هيطلع محمد العتراوي رقم 5 وهينزل أسامة نبيه. رقم 24 بدلا من محمد العتراوي رقم 5. شوية الناحية الهجومية، أدي عماد سلامة وبيلعب كورة عالية ويطلع عبد المنصف وترد تاني وخطر، يا خبر أبيض، أسامة نبيه بيخلص كورة كويس قوي قوي، إنما تخبط في دفاع نادي الزمالك. ولسه اللعبة خطر لغزل المحلة وبره الملعب، ضربة ركنين، ضغط لغزل المحلة، وصلنا للدقيقة 30. وجوه المنطقة وخطر، وبرافو يا عبد المنصف، خبر ابيض، فرصة كبيرة بتروح من غزل المحلة. جوه المنطقة وخطر، وبرافو يا عبد المنصف، خبر ابيض، فرصة كبيرة بتروح من غزل المحلة. وما زال التقدم للزمالك 2-1، وادي الضربة الركنية بتتلعب على طول، ويطلع دفاع الزمالك تاني، محمد كمونة وعيد اللوزي. وتاني بره الملعب اوت المرة دي لصالح نادي الزمالك على أسامة نبيه. كتير مظبوط في نص الملعب، في توتر شوية في أداء لعيبة نادي الزمالك، كسبانين 2-1، والحرص بقى على الفوز والخوف على المكسب. ودي لعبة على طول، عماد سلامة بيعدي، وتاني لعبة لقدام، إنما